معنا الأخ نور الدين من المغرب. أستاذ نور الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بحضرتك. وحياك الله وحيا شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا. أهلا بك. وعندي سؤال ونصيحة. تفضل. أبدأ بالنصيحة. النصيحة لقناتنا مكملين، هذه الكتابات، الكتاب الذي تكتب على الشريط إنها رقيقة جدا يا أخي، صغيرة. طيب إن شاء الله، إن شاء الله يصل لهم هذه الملاحظة يا أخي نور الدين. تفضل بالسؤال. لأننا نغار على قناتنا مكملين. شكرا جزيلا. ونحبها. وسؤالي وهو أنني أمر بالحي وهناك بعض المبتلين بالخمر الله يعفو عليهم، وأنا تبقوا في أتصدق عليهم وأعطف عليهم، فقال لي شخص لا تعطيهم لا تعطيهم مال، هادو مخمورين، هادو بارك علي بدا. قلت له يا أخي حتى ولو كانوا حيوانات يجب أن، هذا هو ديننا، لكي نحببهم ليتوبوا. أريد من الشيخ أن يتكلم لنا عن مسألة. طيب أخ نور الدين، أنت بتتصدق عليهم بأموال ولا بطعام مثلا؟ أي حاجة، ملابس، طعام، ويحبونني ويقولون لي يا ربي تعفو علينا. تمام. يقولوا لي مساكن يا ربي تعفو علينا. إن شاء الله، جزاك الله خير يا أخ نور الدين على هذه الصدقات. طيب شيخ، ما هو الأخ نور الدين بيتصدق على بعض السكارى في الشوارع، وبعض الإخوة يعني نهوا عن هذا الأمر، فهل له أن يتصدق عليهم؟ والله أولا ندعو الله سبحانه وتعالى لأخينا الحبيب نور الدين بأن يتقبل الله تعالى منه ومنه صالح العمل، ونشكره على غيرته، ثانيا على القناة، ونشكره على النصيحة. أما بالنسبة للصدقة، فالأصل في الصدقة أن تكون على مستحق، على مستحق. والصدقة يعني نوعان، منها ما هو فريضة، وإذا كانت فريضة بقى لها أصناف ثمانية حددهم الله تعالى في قوله في سورة التوبة الآية 60: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فرضا من الله والله عليم حكيم، إلى آخر هذا النص الكريم. دي الزكاة. إنما الصدقة اللي هي تطوع، يعني برضو تكون لمستحق بالنسبة له. فإذا كان، إذا كانت هذه سبيله، إذا كانت هذه الصدقة سبيل يعني الأخ نور الدين يتألف قلوب هؤلاء بحيث أن هم يعني يحبوه ويحبون ما هو عليه، لعل وعسى تكون مدخل له لكي يدعوهم إلى أن يتركوا هذه المعصية حتى لا يحق بهم غضب الله وحتى لا يحق بهم عذاب الله تبارك وتعالى. يبقى ديك تكون مدرجة وتكون سبيل لتألف لقلوبهم، فإن استجابوا له فبيعنا، إن لم يستجيبوا فليقلع عن ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. جزاك الله خير مولانا.